السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمناكم كاملين تكونوا بألف خير، يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم جيت نشارك معكم هذه التشكيله. شوفوا معايا الموديلات اللي فيها، جلي لباس انيقين مميزين. شوفوا البنات جلابه في الابيض مخدومه اللون في اللون، كاين عاوتاني الابيض مخدومه باللون الازرق. شوفوا معايا البنات هذا الراندا كيفاش جات في الخدمه، كتبان بحال السفيفه، وكاين عاوتاني اللون الابيض مخدوم بالسفيفه، خدمه مخزنيه. وكاين هاد القفيطنات ديال الجوهره، شوفوا الخدمه ديالهم حتى هما جو براندا خفيفه. كاين هاد الموديل اللي جا مخدوم بزواق المعلم تاج. شوفوا معايا هاد الجليليبة، هاد الفيديو متنوع فيه قفيطنات قنيطرات وفيه كذلك جلالب. شوفوا معايا هاد القفطان جا على شكل قندورة. جليليبة سامبل. وشوفوا معايا البنات هاد التكشيطة اللي جات قفطان اللي مخدوم بالمرمى وزواق المعلم. كاينين عاوتاني هاد الموديلات اللي جاو مخدومين اللون في اللون في الابيض. كاين قفيطنات بالتنبات. شوفوا معايا هاد الشكل، جات جلابة بسفيفة عين عقدة من السوق. وكاين عاوتاني هاد القفطان، جلي لي باجات مخدومة براندا ألوان. وكاين عاوتاني اللون الأبيض مخدوم باللون الأسود. قفيطين جوهرة جا مخدوم بعين عقدة من السوق مع التنبات. عاوتاني قفيطين على شكل قندورة مخدوم بزواق المعلم. موديلات صراحة أنيقين جدا مميزين. كنتمنى التشكيلة ديال هاد النهار تكون نالت الإعجاب ديالكم. كنشكركم على الحضور والتواجد ديالكم معايا. إذا كانت أول زيارة لكم القناة ما تنسوش تدعموني باللايك، ما تنسوش كذلك تشتركوا في القناة باش يبقى يوصلكم الجديد. خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع تشكيله جديده ومع موديلات ان شاء الله جداد. كنضرب لكم موعد غدا ان شاء الله مع فيديو جديد. السلام عليكم، وتهلاو في راسكم، خليتكم على خير.